باب الى باب، يعني احنا بنمر على المباني وعلى البيوت متمركزين في مراكز الرعاية الصحية الأساسية وحدات الصحية في التجمعات السكنية في النوادي في الجوامع في الكنائس، حتى نستطيع أن ننقل هذا الفكر وهذا الفكر الوقائي والتطعيمي لكل أطفال الجمهورية بإذن الله. لا مش معلي موجود يسمعنا. طب تعالي مش عارف.